عدن دار الخلود في مثوى النور الموعود. طاب الذكر للعذراء والقديسين الآباء والرسل والأنبياء والشهداء أحباب المعبود. معهم اجمع من راحوا بعدما اقتاتوا جسمك ونالوا دمك من الرجاء ارتاحوا. رب اجعلهم شادين مزهوين في جوق الصديقين. ملك شميون حصولا خلدا احطينا الوهم قبل قربون خلت رحم عليهم بصلوط. الله معكم أخوتي بهالأحد المبارك، أحد الأبرار والصديقين. نذكر كل آبائنا وأجدادنا اللي عاشوا حياة برارة وكانوا بنمط حياتهم عرفوا يسبحوا الله ويمجدوه ويسمعوا صوته. نحن على مثالهم عم نسعى كمان تنمشي الدرب يلي مشيوها، وأكيد نطلب شفاعتهم هن يلي عملوا مشيئة الرب حتى نحن نعرف نعمل مشيئته. وحتى هالأيام يلي عم نمر فيها تمرق بسلام، نقدر نقطع هالأزمة وهالوباء بأقل ضرر ممكن. أكيد على نية كل حدا حابب عنده الرغبة ونرجع نلتقي مع بعضنا البعض بالكنيسة حتى هالأيام تقصر. ومنذكر كمان الأحبة يلي سبقونا، واليوم منخص بالذكر المرحوم الشاب إيمانويل عيد يلي سبقنا. وأكيد كل النوايا اللي بقلب كل واحد منكم عن كل شخص سبقنا لدنيا الخلود. ومنذكر كمان كل المرضى يلي ببال كل واحد منا، نحطهم مع هالقرابين حتى الرب هو يمن عليهم بنعمة الشفاء. حطونا وياكم أخوتي مع هالقرابين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، يا من تجازي الأبرار والصديقين بإيمانهم الحق واعترافهم القويم وتلبس أجسادهم مجداً ونفوسهم ضياء، أهلنا لمراحم نعمتك الفياضة فنجدك كما وجدوك وندخل معهم مساكن النور حيث نرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها والمجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برخ مربون من أرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي اختار الأبرار والصديقين ليبشروا ببره وصدقه
وإلى الابن الذي شهد له الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفون، وإلى الروح القدس الذي رعاهم بعنايتي وقدسهم بحياة زهد وصوم وصلاة وعمل برخمور أبون. هذا التذكار المبارك وكل أيام حياتنا وإلى الأبد. آمين. لك المجد والحمد أيها المسيح النور الأزلي، فمنك يشرق في العالم كل ضياء وتسطع كل حقيقة. لقد أنلت في بيعتك المقدسة مصابيح معرفة وقداسة معالم هداية للجادين في طريق الحياة، يجوبون الأبطار مبشرين بالخلاص لجميع الناس، شهداء يبذلون حياتهم في سبيل حق إنجيلك، معلمين يقفون عمرهم على درس كلمتك وتسليم يا صافية، راهبات ورهبانا ونساكا تركوا كل شيء وتبعوك، حاملين صليبك حافظين وصاياك ممارسين التقشف والصوم والعبادة والصلاة، مكرسين حياتهم للخدمة ملائكة طهر ورحمة، ملح الأرض ونور العالم. هبنا يا ربنا على عطر هذا البخور أن نحفظ إيمانهم ونسير على رجائهم حتى نؤهل لسعادتهم، فنتمتع بمشاهدة وجهك الكريم برخمور. معهم نسبحك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يا رب ارحمنا، لا تهملنا للدهر، لا تحرمنا من أهل البر، في الضيق عنا من فكوا يضرعونا، يصلون يستجابون. إبراهيم قلت أحيي صدوما إن يلقى لي العشرة الأبرار بالمرضين أبرار القديسين، خلص ربي شعبك المختار. أيها الرب يسوع كريم، في عينيك موت أبرارك، فطوبى لهم ولقديسيك الذين حفظوا أجسادهم وأرواحهم نقية منذ الطفولة، فكانوا البخور الذكي أمامك، يفوح ذكرهم كالطيب في بيعتك المقدسة، مثالا حيا لجميع المؤمنين. امنحنا يا رب معهم نصيبا في ملكوتك، فنمجدك ونشكرك إلى الأبد. آمين. قديشات له قديشات، حايلتون قديشات لميوت، اترحم علي.
قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوتو اترحم علي قديشات له قديشات حيلتون قديشات لميوتو اترحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين في ذكرى القديسين تزهو بيعة الله أجواك المؤمنين تشدو ملء الأفواه التيجان الرفيع كل مجد الأرضين دون أفراح البيعة في تذكار القديسين ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجب لك الأبرار فصل من الرسالة إلى العبرانيين وبارك يا سيد المجد لربنا سيد بولس والرسل ولتحل بركة الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية من الآن وإلى الأبد يا إخوتي إنكم لم تقتربوا إلى جبل ملموس ونار متقدة وضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات طلب الذين سمعوها ألا يزاد منها كلمة لأنهم لم يطيقوا تحمل هذا الأمر ولو أن بهيمة مست الجبل ترجم وكان المنظر رهيبا حتى إن موسى قال إني خائف ومرتعد بل اقتربتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى عشرات الألوف من الملائكة وإلى عيد حافل وإلى كنيسة الأبكار المكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش ينطق بكلام أفضل من دم هابيل والتسبيح لله دائما هللويا هللويا الصديق كالنخل يزهر ومثل أرز لبنان ينمي هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل
قدست للآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة معه، يجلس على عرش مجده وتجمع لديه جميع الأمم، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن شماله. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريباً فأويتموني، وعرياناً فكسوتموني، ومريضاً فزرتموني، ومحبوساً فأتيتم إلي. حينئذ يجيبه الأبرار قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعاً فأطعمناك، أو عطشاناً فسقيناك، ومتى رأيناك غريباً فأويناك، أو عرياناً فكسوناك، ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، كل ما عملتموه لأحد إخوة هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريباً فما آويتموني، وعرياناً فما كسوتموني، ومريضاً ومحبوساً فما زرتموني. حينئذ يجيبه هؤلاء أيضاً قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعاً أو عطشان أو غريباً أو مريضاً أو محبوساً وما خدمناك؟ حينئذ يجيبهم قائلاً: الحق أقول لكم، كل ما لم تعملوه لأحد هؤلاء الصغار فلي لم تعملوه. ويذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والأبرار إلى الحياة الأبدية. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. كل ما عملتموه لأحد إخوة هؤلاء الصغار فلي قد عملتموه. أخوتي، بهالأحد يلي هو الأبرار والصديقين، أول شيء منقول إنه اشتقنا نرجع نقدس سوا، ونرجع نكون بالكنيسة، مش بهالطريقة، ولكن الرب حاضر، والرب يقبل صلاتنا ويقبل قداسنا من محل ما نحن، لأنه إلهنا هو يلي افتدينا بيرغب أنه نحافظ على صحتنا، والكنيسة هذا يلي عم تطلبوا منا حتى نحافظ على صحة بعضنا البعض، حتى نكون قطعنا هالوباء وهالمحنة القوية، وإن شاء الله تمرق مثل ما قلنا بأقل ضرر ممكن. نحن أخوتي بأحد الأبرار والصديقين منقول إنه الأبرار والصديقين هن يلي مشوا على خطى الرب يلي هو السامري الصالح، والكنيسة بتعيش هالشيء انطلاقاً من إنه كل شيء نحن منعمله للمحتاج يلي هو خير يسوع. هودي أخوة يسوع الصغار منكون نحن كل مرة عم نتطلع لقلن وعم نهتم فيهن، منكون عم ننظر ليسوع يلي هن صورته. وطبعاً نحن أبناء هالكنيسة على هالأرض، نحن حلقة من سلسلة آباء وأمهات وأجداد قديسين سبقونا للقاء وجه الرب،
وسمتهم الكنيسة الأبرار والصديقين، لأنهم عاشوا كل حياتهم على هالأرض وهن عم يفتشوا عن وجه الله بصداقتهم يلي ظهرت باهتمامهم بالقريب المحتاج يلي حكيهم الرب وقال لهم يلي هو الجوعان والعطشان والغريب والمريض والمحبوس. كل هالأشخاص وحتى المظلوم، كل هودي إخوة يسوع. لهيك بولس الرسول بيقلنا نحن الكتار، نحن بالنهاية جسد واحد ورأسه هو المسيح، يعني كل البشرية. بهالجسد كل الأعضاء، إذا تألم عضو بتتألم معه سائر الأعضاء. يعني الموجوع بيناتنا هو صورة الله ونخلق على مثاله، خلقوا على مثاله. يعني كرامة الفرد البشري هي من كرامة الله يلي خلقه. لهيك بنقول الله هو بي لنا جميعا، نحن أخوة لبعضنا البعض بالإنسانية، يعني أبعد من رابطة الدم. أكيد عدم المقدرة أنه إنساني أمن لقمة العيش هيدا عار، وصمة عار بتاريخ البشرية وعلى الأشخاص يلي بيكونوا عم يعيشوا بهذا الزمن أو بأي زمن كان، وغطينا وغمضنا عينينا وما انتبهنا لخينا المحتاج. بقى خلينا ما نقبل يكون في إذلال لإنسان أياً كان. ما فينا ندعي المسيحية وخينا يكون محتاج وغمضنا عينينا وسكرنا قلبنا عن رحمته. كرمال هيك اللي كانت بالماضي صرخة بالاستثناء في إنسان يقول أنا محتاج، اليوم هالصرخة وكأنه عم تتعمم لنشوف كتار يلي عم يكونوا بمجتمعنا عايزين. ولهيك منسأل عن الدينونة، ومنسأل هل كلنا مسؤول عن يلي عم يحصل؟ هل الخطيئة أصبحت جماعية بين الفاعل وبين المتقاعس وبين يلي عم يتجاهل عن سماع صوت الله بالداخل؟ وهل مات الضمير؟ نقول حاشا وكلا. وقت يلي بقول أنا حارس لأخي، فينا ناخد مثل قايين يلي سألوا الرب وقال له وين خيك؟ قال له أنا حارس لأخي. وفينا نكون أنا حارس لأخي مثل ما قالنا الرب، كنت جائعا فأطعمتموني. من هون أخوتي ما فينا نقبل إنه في حدا إنسان ونغمض عينينا. وقت هالمسؤولية عن حاجة القريب منخدها من منطق المتاجرة بالوزنات، بتأدي ساعتها لغايتها. وبذات الوقت ببطل في عنا دينونة نتيجة عصياننا وعدم صنعنا لمشيئة الخالق، لأنه التكبر يلي صاب الإنسانية بالصميم أكيد في إله رواسب عالقة فينا من جوا من الداخل. كرمال هيك خلينا نقول إذا بدنا نقرر الخير والشر، بدنا نقرره انطلاقاً من إرادة الرب، منه من إرادة كل واحد منا، لا من تكبرنا ولا من تعجرفنا ولا من أنانيتنا ولا من ادعائنا، حتى يكون عم نعمل الخير، وإلا بيتضارب الخير مع بعضه البعض وبيصير شر بهالعالم. ويمكن هيدا يلي عم يحصل. نعم أخوتي، إرادة الله بطال كل أبناء هالبشر، لأنه كرامة الإنسان من كرامة خالقه. لهيك بيقلنا كل ما عملتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد عملتموه. خلينا نقول أخوتي أنه الرب هو أمس واليوم وإلى الأبد، تعاليمه ثابتة. كل الأشياء تزول بيقلنا وكلامي لا يزول، ما بتنقص حرف من تعاليمه. كلمة هيك خلينا نقول ما حدا منا كامل قدام هالإله يلي ما عنده لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لأنه كل شيء حاضر قدامه هو الكلي
الحضور، هو يلي بيعرف حركاتنا وسكناتنا، هو يلي بيعرف شو عم بيجول بخاطر كل واحد منا. خلينا اليوم نصغي لصوته بالعمق ونعرف انه اذا عم نذكر اباء وامهات واجداد قديسين عاشوا قبلنا وورثونا هالايمان، نعرف انه احنا بدنا ننحمله خالص لهالايمان وما نحط فيه شوائب وما نزيد عليه شوائب ما بتليق فينا كابناء بالايمان لله وكاخوه لكل يلي سبقونا من هالقديسين يلي نحن بفضلهم موجودين على هالارض وموجودين بهالنعم يلي حاصلين عليها. خلينا نحمل هالارث اخوتي، هالارث يلي طلبوا منا المسيح، وما نسمح ان يكون في متروك ومهمل ومهمش وناس عايشه على قارعه الطريق وناس عايشه بهالضواحي محل ما في حدا بينتبه لها. خلينا نكون الحارس لخينا الانسان ويلي بده يساعدنا حتى نقدر نشعر بالانسان هو روح الله يلي نادانا وطلب انه نكون ابناء له وعلمنا انه كل مره نصلي نقول ابانا نقول انه نحن اخوه لبعضنا البعض. نعم يا رب انت يلي قلت له لا تظلم، اعطينا ما نتجاهل خينا، ما نغمض عينينا، ما نغمض عيون قلوبنا، ما نغلق احشائنا، نكون رحومين، نكون عم نفكر بكرامة هالإنسان يلي عم يصرخ من الألم ويمكن حفاظاً على كرامته ما عم يصرخ وعم يتألم بالعمق. أعطينا يا رب نآمن إنه خيرات هالأرض بتكفي لكل أبناء هالكوكب. نعم يا رب نقول لك افتح قلوبنا وعيوننا وأحشائنا تجاه بعضنا البعض حتى نشوفك بالمتألم والمحتاج، حتى نسمع منك تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم لأني جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني، لك المجد أيها الثالوث الأقدس من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. إيت الوت ما دبحيد له والوت له دم حادة اليوت وينو بسوغ الطيب وطوخي عول البيت وخسود بهيت لوت فوت شو دحل تخمار ودبارين وبزادي قطخ آلفين صلاة وعلي بكل مراد قالوهم قبل قربان وخون اترحم عليهم باصلوطخ هللو الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناطي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخاصة
صرت فوق المذبح حوتا للبيع. هاليلويا خبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الآباء الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومار يوسف ومار مارون ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والشهداء الطوباويين الثلاثة فرانسيس وعبد المعطي ورفائيل، ونذكر جميع الأبرار والصديقين. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. نذكر قدامك يا رب الشاب يلي سبقنا لعندك إيمانويل عيد، من أجل تعزية أهله وكل رفاقه. نذكر قدامك يا رب كل المرضى يلي ببال كل واحد منا بهذا الوقت، وعلى كل النوايا اللي بفكرنا. نطلب منك يا رب نعمة الشفاء لكل المتألمين، ونعرف يا رب نحن يلي عم نشترك بهالقربان نقدر نفتح قلوبنا لبعضنا البعض حتى ما يبقى حدا متألم ونحن قادرين نفرج عنه الضيق. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. اقبل يا واد التائبين بحنو حلمك وعذوبتك، البخور المقدم لك من المؤمنين ابناء بيعتك بأيدي أرباب الكهنوت لرضاك ربنا أراحت لاهوتك. وكما قبلت برأس الطور قربان إبراهيم خليلك، شبنا لذت لك طيوب هارون كاهن شعبك، يلذ لك ربنا بخورنا وارضى عنا مولانا بوفور رحمتك. نافور الرسل 12. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع المجد والشكر إليك الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما
فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متائبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت الرب القوي. السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في العلا في العلا هوشعنا. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيومه هود أقدم حاشود إلى معبد حي نساب اللحم بدا وقديشوتو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلمدا وكدومار ساب أخول منه كل خول هونو داني تاو فغرو دي دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقصي وما تهب حصويت حوبة والحاية دل عالم علمي. آمين. وخانوا عالكوسو دمزغوا من حمرو من مايو بارخوا قادش ويا بالتلمدا وكدومار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتا دمو الديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما
ما تشهد وما تهاب حصايد حوبه والحياة دلع العالم حلمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما ارهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعا ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا وأبينا مارجي وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير لأنك الصالح كثير النعمة نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله ليقيموا العدل ويحلوا السلام نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء
لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان وأسطفانوس رئيس الشمامسة ومار فريم السرياني. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم وهبنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهبنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموت واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أمين. هيا منا نقربنا. يا رب روحنا واشفق علينا واقبل قرابيننا يا رحيم، وهذه الذبيحة تعالوا الخطايا كما قد رسمت بفضل عميم، كما قد رسمت بفضل عميم. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرق الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك احن رؤوسكم امام الله الرؤوف، وامام مذبحي الغافر، وامام جسد مخلص عدمي الوحي ما يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. يا رب شعبك المؤمن المنحن أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهل أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع
متى الحنان الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. يا رب إلى السماء محبتك، وإلى الغيوم أمانتك، عدلك مثل الجبال، وأحكامك غمر عظيم. السماء محبتك، وإلى الغيوم أمانتك، اللهم أثمنا محبتك، إن بني البشر بظل جناحيك يعتصمون، إن بني البشر بظل جناحيك يعتصمون. يا رب إلى السماء محبتك، وإلى الغيوم أمانتك. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. بارك الرب يا جميع عبيد الرب، واقفين في بيت الرب وفي ديار بيتنا، ارفعوا فليباركنا الرب من صيون، جبل القدس صانع السماء والأرض، المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين.
نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. إليك الورد يا مريم يهدى من نادينا، هلمي واقبلي من عربنا حب أكيد مع تملأ الأرض وضيق.